ألف مرحب لبرج الدلو. برج الدلو اللي سمعت في حدا قال لي إنه برج الدلو مش عاجبه العجب ولا الصيام في رجب، بس أنا ما صدقت. برج الدلو برج بيقولوا عنه شايف حاله، بس أنا عن تجربة هو مو شايف حاله، هو الناس ما عم تفهمه صح، هو شوي خجول، فهذا الخجل بيخلي الناس تفهمه بطريقة انه هو شايف حاله او مغرور، لانه ما عم بيفوت بالاوساط تبعيتهم. فبرج الدلو بتمنى لكم قراءة، بتمنى لكم 3 اشهر حلوين رائعين مثلكم، لانه يا جماعة قد ما قلت لكم عن طيبة برج الدلو ما حتصدقوا قديش هو يعني مباشر، هو اللي بده اياه بيقوله، بده يزعلك، بده يعصبك، هو ما عنده مشكلة، لازم يقول اللي في قلبه بناء على قناعاته، وانا معه. يعني الصدق في كثير من الأحيان بيكون هو الحل للمشكلة، أحسن من المجاملات الكتيرة اللي ما إلها داعي ولا بتحل أي مشكلة. برج الدلو، برج الدلو بالفترة الماضية كنت تهتم بكل اللي حواليك إلا أنت، كان في غدر، كان في خيانة، بالشغل كان في غدر وكان في خيانة، وهي يعني ثلاثية، يعني في كان 3 أشخاص أنت واحد منهم، هدول التنين كانوا متفقين عليك في موضوع الشغل، لكن أنت انتصرت عليهم وخلصت من هاي المرحلة، لكن عندك خوف دائم لا مبرر له انك انت يصير معك مشاكل. الحمد لله الفترة الجاية خالية تماما من المشاكل، ويا رب يا رب انه تزبط هاي القراءة على الكل، لانها من احلى القراءات اللي شفتها. يعني اللي كنت اسير الاحزان وكنت ما بعرف كتير متحمل من اللي حواليك، لا بلشت تهتم في حالك، في انت شو بدك، انت شو حابب، وهاي الشيء كتير 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 حيغير الامور من حواليك. دائما انا بقولها يا جماعة انه الامور من حواليك متى بتتغير؟ لما انت من جواتك بتتغير، لما افكارك بتتغير اللي حواليك كله بتتغير. اذا انت كنت بتهتم باللي حواليك وهم ما بيستاهلوا، وكنت تضحي عشانهم وهم عم يحكوا عليك من وراك، هذا الاشي سبب لك ألم كبير. بالأخير توصلت الحمد لله، يعني انه توصلت يا برج الدلو انه تهتم في حالك شوي وتنسى التانيين. خليني اهتم في حالي، انا شو بدي، انا شو بحب، انا شو بدي احقق بالفترة الجاي. بنت برج الدلو عندها فرحة كبيرة، والشاب كمان، لكن البنت أكثر على الصعيد العاطفي، رح تحقق جميع أحلامها في شخص واحد. في شخص عم بيراقبها له فترة طويلة جدا، شخص شبه مثالي، هذا اللي مبين من الورق، ولذلك فهو بده حدا مثله، عشان هيك كان متخوف. بس هو بالفترة الجاي رح يتقرب منك يا برج الدلو، بس بدك تاخد الأمور تفكر فيها شوي وتفكر بحالك. هذا الشخص رح يكون بيشتغل في مجال ما بعرف أزياء، أو تاجر يعني ببيع أزياء، ما بعرف، أو ديزاينر، فاشن ديزاينر، يعني شيء له علاقة بالديزاين، حتى بالاركيتكتشر ممكن يكون. المهم هو مصمم او ديزاينر، ممكن يكون لجزء منكم يلي عم تسمعوني. بالاول رح يكون في صد من ناحيتك، لكن بالاخير رح تستوعبه، لانه هو شخص مبين انه مصمم، يعني
ما حي يعني ما حي يخسر من الجولة الأولى، بده يحاول مرة واثنين وثلاث ليشربك إياها بالمعلقة. هو كتير بيحبك هذا الشخص على فكرة، مش بس بيراقبك، هو كمان في حب وفي معرفة قديمة، بس أنت ما بتعرفه مثل ما هو بيعرفك، لأنه هو متابع أخبارك له فترة طويلة. فاللي مبين عندي إنه عم بتابع أخبارك له فترة وبهتم بالموضوع، أنت ولا على بالك، لأنه أنت شاغل أمورك باللي حواليك، بإخوانك. حلو الواحد يهتم بأهله، حلو الواحد يهتم بأصدقائه، لكن ما ننسى أنفسنا يا جماعة. كمان أنا يعني شو بحب وشو بدي أسير وشو بدي أحقق، أو يعني هاي الأمور كلها تمام. رح تيجي عليك فترة يا برج الدلو ما بتعرف وين بدك تحط الفلوس. ما شاء الله ما شاء الله، يعني عندك وفرة مادية كبيرة جايتك من الطاقة الكونية، وأكنه في ما بعرف مثل بنك عم تصرف منه وما عم يخلص. ما بدي أحسدكم، ويا رب هاي القراءة تزبط على الأكثر. مع انه برج الدلو ما بيهتم كتير بالمادة، بيهتم كتير بالامور العاطفية، لكن ما بيبين عليه. هو من جوا بتأمل، او حلمه انه يكون اسرة، حلمه انه يكون علاقة، يعني علاقة حلوة مع انسان بحبه، والحب يكون متبادل، لكن ما بيبين ابدا برج الدلو هذا الاشي في شخصيته. فأنا بقول لك إنه أنت من الناس العادلين في حياتك، ومثل ما مر عليك كتير أمور سيئة رح تمر عليك أمور بتجنن بتعقد، فما تمل وما تيأس. الأمور حتبلش تتظبط من نص الشهر 8. هاي الفترة كلها رح تكون كتير حلوة. شهر 9 أو 10 احتمال يكون في زواج من نفس هذا الشخص، لأنه ما في شخصين، ما في عندي أكثر من شخص، عندي شخص واحد حيظهر في حياتك، هو حيكون الأول والأخير، وأنت ما حتنتبه له من البداية، حتفهم الموضوع غلط كالعادة، ورح ما تهتم فيه، بس هو رح يكون مصر انه يكون هو الملاك تبعك اللي رح يحل لك كل مشاكلك. وفعلا هو قدها وقدود هذا الشخص، رح يكون عادل وما حيظلمك مثل ما كتير ما تعرضت ظلم في مع اشخاص تانيين في الشغل وفي العاطفة. لا، هو رح يعوضك عن كل اللي مر. وقلت لك لبرج الدلو.